الناس ادعونا في ناس يبالغوا شوي، كل ما سلم على الواحد ادعونا، كل ما تكلم الهاتف ادعونا. هذا ما هو سنة، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كل ما تكلم ادعونا. هل هو يتصل بالخطأ سلامة فلان؟ لا خطأ، زك آسف ادعونا. ايش هذا صار جعلها سنة، ادعونا. إن كان الإشارة إلى حديث عمر يريد أن يعتمر فقال لا تنسانا بدعاك يا أخي، هذا فيه ضعف حتى الحديث، لكن المراد أن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الإكثار بهذه الطريقة ادعونا. هذا أقرب إلى البدعة في الحقيقة. لكن لكلام للشيخ سلام تيمية كلاما كان يقوله الشيخ ابن عثيمين دائما، يقول لو قال ذلك أحيانا لأخيه أراد به مصلحته، ما المصلحة في ذلك؟ ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن من دعا لأخيه بظهر الغيب قال ملك موكل آمين ولك بمثله. فكان قصدك أنك حتى إذا دعا لك يدعو له الملك ويؤمن على دعائه، فهذا قصد طيب، لكن أيضا مع عدم اتخاذها دندنة والاستمرار بها بهذه الطريقة. واضح؟ نعم.